دلوقتي نبتدي معاكم حلقتنا بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي لكن في الجرايد. الأهرام الأهلي عملاق إفريقيا المارد الأحمر يكتسح رايا كوناكري الغيني برباعية ويواجه سطيف قبل النهائي. الأخبار الأهلي فتح على الرابع هزم هرايا برباعية وتأهل المربع الذهبي لمواجهة وفاق سطيف الجزائر. المسا قلنا كتير الأهلي كبير قدم عرض قوي واكتسح الهرايا الغيني برباعية نظيفة وتأهل لنصف النهائي في البطولة الإفريقية. الأهرام المسائي هرايا للأهلي الشياطين اكتسحوا بطل غينيا بالأربعة وتأهلوا لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي. كارتيرون جيد في الضغط المرتفع وتطوير الهجوم وينهي أزمة العقل المفكر. الأخبار المسائي الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال المارد الأحمر يضرب موعد مع وفاق سطيف بعد رباعية هرايا. روز اليوسف الأهلي رحال بين أفريقيا والعرب الأحمر يغلق الملف الأفريقي ويفتح صفحة العربي. الجمهورية السلية ممنوع أمام النجمة وسعد ومحسن جاهزان. الجمهورية الأهلي يسابق الزمن استعدادا لعمومية اللائحة. نروح بقى معاكم لأهم التفاصيل الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. طبعا أكيد احتفلت جرايد مصر كلها بفوز النادي الأهلي الكبير على فريق هرايا كوناكري الغيني بأربع أهداف نظيفة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. الأهرام قالت أن النادي الأهلي عملاق والأخبار كمان قالت أن أفريقيا اتباهت بالأهلي وقالت كمان أن النادي الأهلي فتح على الرابع. كمان المسا أكدت على عظمة النادي الأهلي وقالت قلنا كتير الأهلي كبير. الأهرام المسائي كمان قالت أن هرايا للأهلي. روز اليوسف قالت ان النادي الاهلي قفل الملف الافريقي وفتح الملف العربي بيستعد دلوقتي ان هو يواجه النجم اللبناني في البطوله العربيه. الجمهوريه كمان قالت ان السوليه مش هيلحق مباراه النجم اللبناني وسعد سمير ومروان محسن هيكونوا ان شاء الله جاهزين للمباراه. كمان في الجمهوريه قالت ان مجلس اداره النادي الاهلي بيتسابق دلوقتي مع الزمن عشان يستعد الجمعيه العموميه عشان طبعا الاستفتاء على لائحه النظام الاساسي يوم 28 سبتمبر باذن الله. أكيد هيكون في إقبال تاريخي من أعضاء النادي الأهلي، إقبال بيليق بتاريخ وقيمة وقامة كبير الأندية المصرية والعربية والأفريقية النادي الأهلي. ده طبعًا كان أهم الكلام اللي اتقال في الجرايد عن النادي الأهلي، تعالوا دلوقتي برضو نشوف الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي لكن على المواقع الإلكترونية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي كارتيرون رباعية هرايا خطوة هامة لاستعادة اللقب الأفريقي. بوابة الأهرام كارتيرون يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات. يلا كورة مدرب الأهلي جماهيرنا عظيمة ولم نخطر بأي قرار يخص السوبر المصري السعودي. الشروق الأهلي يشيد بجماهيره بعد مواجهة هرايا. في الجول الأهلي يوضح موقف مصابي الأهلي ويحدد موعد عودة ربيعة. الوطن سبورت صلاح محسن حققنا المطلوب أمام هرايا وهدفنا استعادة العرش الأفريقي. الموقع الرسمي لنادي الأهلي محارب هدفي هرايا جاء في وقته وجاهزون لمواجهة النجمة. الكفراوي اللائحة تراعي حقوق أعضاء الأهلي. البوابة نيوز اللجنة المركزية لمشروع لائحة الأهلي تواصل عمل.